ولكن خليني اسالك عن المعلم. انا اعرف انه هو 30 حلقه واللوكيشن هو اللي اتحرق للاسف في استوديو الاهرام. ايش الاخبار؟ كيف بتقدروا تكملوا تصوير المشاهد؟ هل حيكون حيتغير شيء ولا كيف حتصوروا في الحريق اللي حصل ده؟ لا السوق السمك والحاره اتحرقوا خلاص. هو كان المؤلف لسه بيكتب يعني، هو ما كانش خلص الكتابه، فالكتابه هو دلوقتي اتصرفوا بنوا البلاتوهات سليمه الحمد لله، بنوا ديكورات في البلاتوهات تكمل السياق الدرامي. انما السوق صعب جدا ان احنا نرجع له، انهم قعدوا شهور يبنوه سوق السمك وسمك حقيقي وكده، انما بيستعيد عن ده دراميا بانه بيبني مكاتب حاجات تبع السوق، يعني اكننا في السوق بس احنا في المكتب والسوق بره يعني. هم بقى الفنيين والمؤلف والمخرج والفنيين بيقدروا يتصرفوا، لان احنا على الهوا ما عندناش وقت ان احنا نرجع نبني تاني الحاره والسوق وكده يعني. انما الحمد لله الدنيا ماشيه كويس يعني، واحنا كنا تقريبا قربنا يعني، كنا صورنا كميه كبيره يعني من الديكور نفسه، ما كناش محتاجينه كتير يعني.